أسيدي عندنا 30 درهم في 40 درهم 170 درهم وما نساوش هذه 25 درهم هي 95 وما نفلتك شي 15 درهم هي 110 درهم ولا سقلتك في 20 درهم هاوشي هي 130 درهم آخر ونزيدك شي بركة من عندي هي 140 درهم والتوتال ديالها هي 210 درهم
140 درهم 210، ما جيتش 70 درهم زيادة، نسيتي 50% بالفائدة الزائدة على المائدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاك أخي اللي كتسلم. بسم الله بسم الله. الله يعاون. بسم الله. أجي، واش تمي الله باش كيرجع ديزي وبلاش، شنو؟ علاش ما كتبتيهم شي نسخو في الكتاب؟ مرة أخرى نقطعهم لك من الحساب. هاك 100 درهم ديالك صافي؟ شنو؟ 12 درهم أخي 50%، فين هي 50%؟ ما قصدك كيفاش غتلقى ربي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والحساب صابون أخي. وإذا كان معلم درهم ميزها. وهاديك حياتي وانت ماشي شغلك، ندير اللي نبغي وديها في راسك. يعني صوت يعني واروح يا مهند شكون داها فيك؟ انا عندي غير في طالي واللي خلص بالشيكة. يا روحي المرايا اختي وشوفي في وجهك، الناس ضحك عليك وزاد ربي فضحك. وانت ما فيك رباح ديما في الدار مزدح، وكون في حال الناس وبركة من نعس. وخليني مستور امراتي طيور، وجد لي شي فطور بركة من الهدور. وهذا داي 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 وهذا دم داني داي داي. اللي بغى الفطور كاين اللي يفتش عليه بحال اللي كتعمل لك طيور. وفهم انا باش بغيتيني كنشطح ولا تايا انا كنفتش عليه. الناس ما كيفتوش عليه هنايا، على برا انا كتعجبني هنايا، اما على برا هين قصحه شويه. كيفاش زعما تقولها؟ هي سهله زعما صعيبه. هذه هضره كيقولوها الرجال ام بعد سيادات؟ فوقاش عادوا تخدم فوقاش؟ ها الخانز باقي فوقاش عاد تبدل الزبل انبهدل حتى كدل. سير الله يعطيك الزغب في السنان والربيع في البنان والشامبينيون في القفار والدنيا في الشعار والحساسه في السنطيحه وبعنيك والباب في الطهر يا وجه الخطر. يلي عيشتيني في القبر يا وجه الخطر. هادشي كامل طلع منك. نمشي نضيع وقتي في قهوة أحسن من وجهك يا ابو الله. شكرا وديك أحمر أمهند بغتني مك مؤبد. حمودة ويا كاويني حمودة حمودة يبخوي داوي حمودة حمودة نعشر على الله حمودة جمعتي لا ما عارفش واتينا عاد طلقتيني دابا عاد بخمسة الصباح ومالي انا عندي الديسكو ولا جلس 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 ها الله يا ربي وفاينا مجيد بخير اخاي كل شيء لاباس الامور طيبه سبحان الله والله العظيم المعزه ديالك ما يعلم بها غير الله. اشوف مهند قول لي عمر لي شي شقاف انا ما بقات تلوى عليا. ايوا سبحان الله العظيم كتفهمني يا ماجد علاش نتينا صاحبي ولا شي واحد وانتينا عارف ماجد هو اللي ما كيطخش. ندوخك زعما لنا الناعوره ولا انا وكميوت كما عرفش اني تما. ها ودابا دختي دختي الله يلا انا الناعوره وانتينا مالك اصاحبي دايما خاطين ميخاليد الليلي مالك شحال قالك عاد تمشي. شوف انا 50 فرانك مع عند عزيزه درهم عند حبيبي مع عند محسن انت مالك. صافي يا صاحبي دابا ميخالي ولا دلالي المهم تكيف تشقيف ديالي وكميتي سبسي ولا وياه
وتحزم تمشي ولا؟ هيدا خي مجيد سقيتي بينا سقيتي بالونيس ديالك شو مالك الضهيلة؟ شو مالية؟ ها؟ فماك لا بطل مع طيور كما هي بطل مع تمشي وشحال عم قارك موت 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 شبكة تمشي هيدا في خالي شي مهنا واش شي التعاملات كيفاش عامله تي لا عامل يديك الطرب واش مقلوب بحال شي ش عنده هذا خدام خلو خليه بحال بحال شي وسمعتي اصفر جالا سمعتي شوف فيا عندك كتزيد تزيان النهار على خاف صلاحتي كيتشعب هيدا مرحم والدي نور على نور ودائما هيدا اليوم عاد ولا والله العظيم خزان مع راسك كنيو اسيدي شكرا وميرسي وغراسياس وطانكيو تخيا الهم واش بينك وبين شي زين واش قربك من النور شني اما تطيحش عليا بطل قال لك نور انا عندي طيور ونسينا اللي عند طيور ماشي هي اللي عندك اسكت انتينا اسكت انا قلت لك قلت لك ملي كانوا مع المياه كيهضروا يعني حنايا طرح كيسكتوا الطرح سمعتي دابا اللي نطولوه نقصروه دابا شي 10 درهم تما تجي طيور الله يرحم والديك حق ايمان والسلام يا ربي يا ربي تحيد عليا المصيبه وتقول شي نهار ما جيت سخر غير كيسلف غير كريد قال لي على دراعك وجيب غير 50 درهم في النهار حسن الدل اللي عايش اخاي الهشموم كان هي نقول لك ديها في راسك ديها في راسك واش غتخلصوا من جيبك وانفي سميتها معلم اطلقني مشي في حالي يا خال هاك هاك الهباك ارى صاحبي لا يوقفنا على شي واحد في حالك عطيني 10 درهم بحال اللي عطيني 10 ملايين سي الله يعاوننا ويعاوننا لا حول ولا قوه الا بالله وهانتينا معلم ناكله ونعله سكوت الله يعطيك انتينا اللي باقي لي في الحساب طلع ايوه وعليكم السلام خي مجيد سعيد الصباح لاباس عليك قرب لعنا صاحبي اش عندك بيتبول جالس هنايا شو مالك اخي مجيد تقول هاد الهضره احنا ماشي زيد زيد السلام عليكم تبارك الله على خي عبيد ايه يا خي عبيد بريهش تبارك الله عليه فنيتز سنيتز شوما عدنان هذا عمو هيدا الشمامه درمل وكيفاش اخي مجيد كتحرك شي ولا والو هذا هو اسم الضرر قالوا لي كنتي في مراكش هادي شي 15 يوم دابا شنو مشيتي تدبر الخدمه تما ولا مشيت البحر كتريكل عليا مراكش فيها البحار انتينا كتريكل عليا المغرب فيه الخدمه وعلاش انت كتفتش عليها بعدا وانت اللي خدام قضيتيا الحمد لله واكل شارب قسم ماكله وشارب اش حنا كنموتو بالجوع والمهم الصعيبه عملناها ام زواج وببني ولا قالت على الزواج هو مهند ومجوج وهو بعدا نقد راسو شوف راسك انت هنا ما هذا كرغ راسو ماشي قد راسو يا الهم والمهم كما كان بعدا عايش
اش من عيشة دي يا شريف، عيش مدلول. هو جالس ومراته خدامة معنا، ها يقول لها دبر عليا. انا نقول لمراتي ديني باش نتقاوى، ما تسمح ليش نفسي يلعبوها عيشة هادي كاع. وياها خي ماجد عندك الحق، وعاد مراحك ما فيه وما يقدرش يتنمل معاها من هيدا ولا هادي بس الزرقاء. ولكن على هيدا منادي معزري حسان. واش اللي قال لك انا من الصباح درتي درتي جيتي الهضره ديالي؟ ها اموي نخليوك. والسلام عليكم. صديقي. نعم اخي ماجد. اجي نقول لك اصاحبي شحال عندي؟ راه 5 دراهم سن. راه شي 5 دراهم وعاد كتعيب على مهند، ومهند بعدا كيطلب من مراته. عطينا بحال مراتي يا صاحبي شحال عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد 3 دراهم. كلاسيك وناقص من فوق. واتسنى احتاجوا شي واحد ويكملها. اتاو الصمتات كوبوي. واللي سما كتهضر يقول هنا نبات. والشفاوي كيعيش مولاه. سلم على العربي تخسر خبزة. وتجبع على العربي تودى. كيفاه تكليلط يا الحزومري يا السلطة الكوبوي. با الهشموم با الهشموم ما كاينش الهشموم. كيما غير انا فهاد الساعة؟ عطيني فلان ايوا عصيري اها وعطيني تركيا دقيق 4. صافي إذا بغيتي تزيدني شي حاجة من عندك مرة أخرى. عاف ليوان هاي وموكي هاتو كياس. أنا قلت لك تيني 4 ماشي 3 تركيات. ها اسمعني اسمعني نسيت. هاو القرودة موجودة. وشحال هادشي؟ تماك عندك 10 دراهم هاك. أنا بسم الله عاك بلاستيكة. أنا بسم الله الله يخلف. سلامة مكرهاتش نكون قرت هاد الساعة. سلامتك الطراح بعد زيدا دخل بالسباط. دابا خاي الله قول لي هاد الزاز كاع من بان لك طراح شي واحد الحاجه الطراح سم منك. طراح بعدا كيجيب فلوس صحاحين. ما بقاتش في اللي كيجيبو، بقات في اللي كيجيب راه واجده، بقات في اللي كيصطادو. هادي ما تكون غير معلومات داك الفيلسوف ماجد صاحبك. دابا ما كاين لا فيلسوف ولا سفوف. كيقول لك واحد المثال نمن كتابت ماشي نمن طابت. طوالك انسان بوبي جنين. انا بوبي انا بوبي هو بابك. بابا عم تاني مال بابك مع بابا ما بغيتيش تفك منه. ايوا جينا لكم. ايش نقول لك؟ ايوا صافي 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 عيق بيك. انا هدف عيني ديالك عيقت بيهم. نود نود تعملو شي عليا. نود 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 اويني نود مهنب. انا كنت كنتبلا معاك نود مهنب. ناويني استغفر الله شنو عملت انا مهنب مهنب. ماجد ماجد Thank you.
يلا مصبوح يلا ديك الباب ولا راه سارت من هنا ويلي ولدي تاعي الناس نهار نسير ولد الناس ويلي ولدي مهند مهند ما جيت جا شحال الراجل مهند شعندو مهند شعندو متين وير مسخوطة شنو متين ولد الناس والو ضربتو عليك بالشواية صافي الشواية ماي جود ها هذا هو الشواش اللي كتقطر عليا كتقطر على عبد المجيد نتجوج نتجوج ونعاسلي يماك تما ما كاينش السيف والشقور والشوايه من فوق شي نهار تعمل يماك في قطيبه تصخك في الجمار هادي المراه هادي هادي بروس لي بالشعر كاري هذا الطايزون ماشي المراه هادي ماي جود مهنا هذا ما توقينا ولا شنو نعملو دابا يلا ها ولد الناس نضيع وتينا في المشاكل يلا شنو نعملو يلا ها واش نعملو لولد الناس دار نديو هنا الطبيب الطبيب هذا ما خصوش الطبيب هذا هذا خصني ما قبار هذا يلا ندفنو بابا والصحت نسينا تيقتي يلا ندفنه خصك تهنى منه ها وانا عندي الدواء ديالو عم فيق لك الماء دابا وتعرف الشريف عبد المجيد هانتي ما تعرف الشريف عبد المجيد ونوض نوض خصك راس لك ينوض نوض شوف الدواء كي داير نوض عندك بسم الله يا بسم الله اللي حشنا يا ربي اللي حشنا بسم الله لا الله شنو كتعمل لنا ماجي ما كاين لا طوب لا عشابة سبيك سبيك ونوض دابا ام مسخوط شنو كتعمل لي الراجل تنوض تنوض مسك مسك نوض نوض تنوض تنوض نوض مسك انا غمسيكو قلتلك ماشي نوض مسك كنهزو التمسيكا كنهزو التعليكا على سلامتك الخنيز على سلامتك نوض مهند نوض وقليل فيك يكون في هاد الساعة أنا اللي كنكون بزاف في ما كنجي ما كنجبروش ما عندك ما تعمل به إذا احتجتي شي حاجة أنا موجود ويلا أعطيني واحد درايبي جميلة وجوج ديال الفلان وجوج ديال تركيا دقة هي اللي ما تعاودتي إوا دغيا دغيا قلتي رايبي إيه وجوج ديال الفلان وجوج تركيا دقة واخا رايبي جوج دفلان رفلان الاخر جوج تركيا دقة هي الاولى اجيك يعجبك القردان حيت كيشبه لك وما خصكش يومي لا وانت شغلك ديها في راسك صافي اسمح لي يلا ما خمتي اشي اجي شنو اسمك اسمي مريم اسم زين وانا انا ما سقسيتكش واش مزيون ولا خايب أنتينا شنو اسمك؟ أنا اسمي زيكو اسم زيوان وأنا ما سقسيتش شو اسم زيون ولا خاير دراوام فين دراوام صباح الخير يا خير فين هو ديك الهاشم وديك الباترون ديالك فين هو فيما كنحتاجيه وما كنجبروهش فحالو بحال التاكسي بالمغاربة أولو معنا ياسين وعلاش معنا فهمتك كتشوف كوني بعينك فين الصباح لله هذا كوني وقل لي فين هو ذاك الباترون ديالك اه كتعجبني يا خايب الكيفاح الكيفاح خويا ما نجي نجبرك لابس بلوزه زرقاء مناشي لا والو مناشي ما عرفتي يا الدراوه الدراو مع راسك يا الدراوه وسلامه الدراوه ومن جهه الدراوه ومن جهه الباترون ديالك قول له جا عندك مهند سمعت يا الدراوه سلامه الدراوه ايه يا الدراوه يا مسخوط الدراوه تزديش على هذاك الخناق رمي جابت سميه مهم شحال تينا خدام مع با الهاشموم اسم الخدام معاه شاركينا انا وياه هو بحالته وانا في السلعه هانا الانسه مريم وسلامه الدراوه الله يرزقنا يا ربي الله يرزقنا
عجبا ويا سبحان الله ديب الغابة ديب الغابة جلب الغلب مورا والعجابة النصابة مش العجابة والعجيب هو انتنا يا المصيبة اللي قلت يا عجبا ويا سبحان الله ديب الغابة اسمع صاحبي اسمع اسمع يا عجبا ويا سبحان الله ديب الغابة ديب الغابة جلب صباح الخير يا عجبا ايوا شحال من عندنا ديت معاك اخاي ماجد وانتينا ديالنا اجي فيها ام بي 3 ام بي 3 لا فيها بلوتوث اجي فيها يوتيوب يوتيوب فيها يوتيوب وحتى جوجل نعم سيدي واذا دخلت الى الانترنت كيجي معاها وبالفيوي الفيوي ودبر شي ثلاثة آخر مفتح شي سيبر مع الدورة هذاك شغلي سمعتيني صافي ودا ليا كفرة بتبهلة عباد الله وتبهلة مراتك طيور شني أنا تعدى عليا مراتي أنا نتما كنعرفوه يا سيدي شني ديك شو هادبهلة مراتك ضرباتك هادي ديالك مهند كون بعد البارح شني وقع لك لا هو وقع واحد سوق تفاهم مستلم غدرتني مشي هكا بوبانتك ليلة فات بارتي مشي شني اكتب ليلة هو بابك وعاد كتقول غدرتني هو انت الراجل خصك تكون مسيطر وياه عندك الحق فهاد يا خي ماجد ولكن انا حرفت لي نسيطر عليها الامثال صاحبي مازال ما والو ما جيت تينا صاحبي الحشيور ديالي أردتك وريني قلتلك مهند ما والو خصك شوية الزعامة عرفتي غادخل للدار الكاميرا ديالك مغنزرة غتبقى تعب في القشر غتبقى تهرس في السلايف غاترون الدنيا باش تفهم راسها فهمتي المهم هي حياح الدنيا قلب الدنيا طايفور عند كدري المهم طيور طير طيور الطير ونطير بابها سوى منتخب طار طير شفتينا يا طنفح شي حاجه درجه العمله وصافي يا مراتي طير انا نمشي للقهوه سلامه اجي نوليك والسنعاس ما بقات ساعه القهوه دابا يلا وقف اغزاله ديالي الفنيونه ديالي يلا العجل الكسكسه ديالي والسنعاس المهم حيوان الله يا ربي فحال حمار كتنعس بلا بسم الله بلا دعاء النوم الله يخليها السلعه كهرتيني
أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيطي يا ضربني يا ليل قتلني يا ليل ضربني يا ليل قتلني يا ليل حنينة حنينة ديالي يا ليل ضربني يا ليل يا طيور ديالي يا ليل بس ديالي ديالي طيور طيور مجدون باقي مبطخ لينا يا حمار نور جمع عليا هاد الرجلين دي عينيك وعاد كضرب وتنتينا هاد الساعة اللي داخلة فيها المسخوطة فيكم انتي فاين هاد الساعة اللي كتدخلوا لها الرجال ديالهم من الدار وعاد كتعوج للمجاه ديالك شمن ساعة هادي الكبير فين هو في الخمسة وستيتو حتى هو في الخمسة يعني الخمسة وخمسة وعشرين او لو تريد المهم فيكم انتي في هاد الساعة خلصوا لينا عشم من خرجتي وهاد الناس كيدخلوا في هاد الساعة هادي وتينا شغلك الحمار نكون في الزنقة ولا في البار الحمار شنين البار صافي وقالوا لك جنحنا طيور او الله تقصب من بابك شيني شو دبانا عملت الجنحين لواه الزنبور ومشيئة شوف اجيني نيشان بلا ما تقد تخلني وتخرجني في الهدرة فين كنتي ايوه ايوه وقف عند حدك ابن ادم انا ندخل وخرج فوقاش ما بغيت للاتك طيور لا صافي صافي دابا تقدو كتفين دابا كبرت لكم الريش هذا مودانة الأسرة ولا الملونة ولا لا صافي شوف أنا راجل ما هادي نعملش يدي في مرأة انتينا غير مرأة أنا ما لقدكشي عرفتي دابا شني كاين دابا انتم ملي كتشوفوا القضية كتوصل حنطة كتخلبوها بالحروبات دابا أريدوا جوابا في الحال أين كنت في هذه الساعات تريد جوابا ياك ايوا دابا في الحين فصبر جميل بغيتي الجواب ياك ها هو هذا لا انك لن تفهميني اريد جوابا شفويا فقط وما خصكش شي جواب بالعكشن انا ضحي بجاني نوطاتي وضحي بانوك نو وانو دوهيلا نو نو دايلا نبقى طفقا لله عادي نو ما فقدت الامل مازال مازال ما فقدت الامل ما فقدت وما تخممش يا تراورك غادي تشيب قبل الوقت ها تراور رجوع لي لا صاحبي معاً ما كان داراني لا وال سمى شي حاجة أكراه تنجوج عود عود شنو قلتي خصني زوج جاتك غريبة أنا كيبان لك نسي شي حاجة ماشي هي هاتك الحب نصفه جنون عرفتي شي شي مليح شي بار ديال البلاي ستيشن وصافي وعندك الفلوس ومن عندك امشي للسنطيحه ديالك تنسات حالي من العاده القديمه الله يحك جنابك ودابا يجي الهشموم والله تنقولو قصقين ما تزدع فيه وبربي حتى نقولو فنان مع راسك كنعرفك تعمل هاد الاده وسبقني انا ماجي لا انت تماك هنا يا حدب الله يا اخي خرج حافي واجيب شي دكيكات كتامر سامر من البلد بابك يا وكانت هنايا باقي تزيد الهضره من فوق ها هو مالك زيد شي تحلي يا صاح والساعه ما كيشردش ايوا الساعه هو بابك تاني صاحبي لمن عليا تي ان كريسيون مي ماركيا تي ان كاكا مي ماركيا شكون يدخل يماركي انا هلا
ماشي من العاده ديالك سكت، كنعرف دائما نبلبل الدنيا. اكون نهار الكوسكو ديالنا. ايوا دار وسكن لا ما تضحك شويه. ايوا قل خيرا او يسموت. ايوا قل خيرا يا سيدي. والله يجيب شي بنت الناس. سيداتك باقي ناعس. اهلا تروى وادك زيكو. اهلا مريم. دابا تينا زيكو ولا تروى؟ شكون اللي عجبك فيهم؟ بعدا تروى خايب معليش يتسر. علاش؟ ودابا شنو هاد تروى؟ اسم ولا تقشيبه؟ تروى زين طنجاوه كله على بعضه حلاوه. ياك بعدا وباقي ما شتي والو. المهم اعطيني جوج دفلان. هاهما موجودين. المهم انا باقا نتسخن ساعتك ندوز لك الصرف. وصافي هاهما هنايا وما تعطلش. عرفتي شني خشخش نقول لك حندابك هو الاول. هانا.
والله إلا أنت غاوة. دعوة بك من الله مهند. اهلا خيمة جد وفاين صاحبي فيا من جي نجيب رجالة صفات الدرجة زمان بوحدي تالي كاينة في طنجة اش من طنجة ولا تيطوان جلس جلس هاي انا نجلس كيف ودك فين دك اخينا خيلي قل لي علاش كنجي عند خيمة جد علاش كتجي عند هاد ماجد باش نكمي وندك انا دك ابو قريبيطة اريا يا وطريبيشة دك اتي ديال الصحراء المغربية والسكر ديال السوس يا سوس مالك تمشي معايا الصباح هذا صباح الليل خي ماجي اما خاي نقول لك واحد الهضره ما تكعشي قول الصحراء مغربيه هذيك معروفه انما هو كنشوف شي ريحه برانيه شني كتشوف الله يا خي ماجي الله يا خي ماجي واش شي طوبه مقتوله هنايا اش من الطوبه لا وفي المقتول هذا زياد الزباله هنا ولا ايه فلان اسمها فيك ضد تقوم مرضاشي بك مرضاشي بك احسن شاب في الحومة عبد المجيد تقوم النسمة ماي جود ماي جود ايه فصاحبي شا عندك يا صاحبي فطرتي بالعلاوة لا وفطرت بوف بوف تفو بوف ماي جود الله نغلبتي اليوم زعما كتعلم الغايب ايوا انتينا تشوف اجي اخي موسى يا تعرف حفيدتي اسمها مريم عندها شعر في شكل هيدا وكان عارفك انت نفس شكل هيدا انا كنهضر معك مع هو شكون هاد مريم قلت لي تسخرنا عندي مره مره من البانا والله ما نعرفش من جهه قلت كنشوفها كتمشي تجي في فيلا اللي مور الحومه هذيك اللي عندها شعر في شكل هيدا انتينا عرفتيها عليك خصوص آدم أصح ديك آدم اللي طويل في شكل هيدا واش ياك ليلط شني كيفاش هاد النوضة ديالك بكري اليوم مازال كيفاش هاد النوضة في الصباح ما تخفتش على رزقي هاي هاي عمو عمو وفين مشيتي هيه كيفاش كان دبر الخدمة؟ كيفاش عملتي لها بعدا العام؟ وعاود عمو عاود لا واه جدو اش عندك جاتك غريبة ولا؟ لا عادية كنعرفك دميري كنعرفك ما كتقليش شي إيوا شني سحاب لك بحالك ولا؟ يا بيطالية يا طريطح ساعداتي براسي أنا كنعرف شنو الحاجات اللي كيخدمو هي الحمار ولا ما كانا شني؟ دابا مراتي طيور حمارة الله صاحبي الله شني مراتك ما كاينة الحمار هو انت شي هادي كيما الوليدة ديالي صحاب ملي كانوا صغار قول لي هاي داخل وباباها خبري يا بابا توفى على شحال هاد ويما راية في هولندا وعايشة غير مع خاها الله بصغطة صاحبتي طلاق طلاق ساليتي لي مع الكل ديالي 20 شقاف كميته راديك الدكة اللي هنا يرد عليا رش عليا طيح عليا هنا بيطالي من خارج هناك تعار مني صغط ماجي عندك اش من مهنة عندك في لاكارت واش من مهنة عندي انا باش نعملها في لاكارت هادوك يخدموا الناس هادو واخا ما عندك شي مهنة كيعملوا لك بيدون بحالي قلتي نعم البيدون في لاكارت نتينا وانا بيدون لاكارت وصافي صافي انا جيت ما تكعش ما تكعش حتى هما سخروها في الحجم وزادوا لها في الثمن واش انا هاد لاكارت 150 درهم عندي فيها السربيطات الطابة ديالو كين ديالو وملي تجي تجواج خطب السبسي وضرب السطح بالقسيمات اش عندك اصاحبي تقطر عليا بهاد الجواج انا ما مجوجش وما عمري نجوج
انا صاحبي خالق في طنجة ومربي في الدرجة وما عندي ما نعمل مشي درعا عوجة. صافي صافي اخي ماجد صافي، شكون يا الدرعا عوجة؟ شكون هي؟ يماك هي اختك هي مراتك اللي عترفدك من هذه المصيبة هذه. شفني انا شفني انا، انا طيور هي اللي خدام عليا. السلام عليكم يا شمر، اش تحل فرصتك؟ هي الاولى العزنا رجع. انا عاقل على 600 درهم. بلاتي نشوف الدفتر. فؤاد 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 فؤاد، يا هذيك 600 درهم، يا عندك 900 درهم. بسم الله لا شمر. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة. بسم الله وبركة. ما تكون فلوس عباد الله لا شمر. واش تيدي في جيبك أرزقي قال فلوس عباد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله معلم. شني الريح غدا؟ كيفاش شني الريح غدا؟ علاش نتينا دابا خدام؟ نتينا دايما حقرني يا معلم، انا هو اللي موقف لك الحانوت. اودي وقف غير راسك. الله يرحم يمك يا معلم، الله يجعل ديك 50% كاملة 100%. امين يا ربي العالمين. وفين باغي تمشي؟ ماشي انت النوطة، باغي الريح ونطيب الحياة. اياه باغي تطيب الحياة. ضروري يا معلم. علاش انا ما كتمشي الحياة؟ نبدلو الجو شوية. تبدل الجو وضروري يا معلم. لو تبدل الجو وبدل ساعة بختها. واشي يا معلم، انا جيت غنيشن بغيتي نعدي معاك ديك فعايل قالك الدرساك اسحاقني ولا ماما مريطة ولا نعدي لاكارت. واشي يا معلم؟ باغي تريح. ودي جات على خاطرك يا معلم. ريح خصك طيب الحياة، خصك تبدل الجو. بدل جو اشمن. شكرا يا معلم. واخا انا وياك ما كنتفهموشي، عندي عزازة الراب وتنا هيدا كان معلم قالك اجيني بحلاوة اللسان كلني واخا نكون سبع. خليتهم حتى لهم بحال هكذا. ما راهو وفين اللي مشيتي؟ وفين ما كاين ما كاين ايه يا وليدي؟ انا مهند. وفين لاباس عليك؟ لاباس 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 بخير. في هنا صرف لي هادي تقاشا الله يرحم يما تهرش شبرك يدك. هاك بس تصرف ولا هاك جاتك تبزنس في غمرة. الله يحفظ ما وين تجينا. وكيفاش 3 كيلو ها؟ ايوا كنترزق الله حلالا طيبا والكاذب يدي النعلة. واش كتبيع شي حاجة؟ ايوا ضروري تبيع وشرا احسن ما يحرط عليك بنادم. شنو كتبيع؟ شني كنبيع؟ كنبيع العسل، كنبيع العسل حرة. إذا كاين شي معقول جبنا شي حاجة قيسوها. وإذا بغيت تقيسها العرب ولا بد. ها واش هاقول لك يا مهند؟ ودابا انت تعرف الفرصة باقا في يدك. شحال نعطيك العرب؟ العرب دابا انت ديالنا
أرى غير 100 درهم مشي نجيبها لك دابا ولدي هذا اللي يدينا له. أنا ماشي ليلي الواليدة مسكينة وصاتني عليها مريضة سهل. مسكينة أحبابي رحمة والله يشافيها مسكينة. ودابا تايا أنا مراتي طيور تايا أنا واحد مرة كانت مرتطفي بالسهلة ولا بالضيقة. مهم دابا كنت جيت أنا مدغاتا سرطان بلا مدغان مغروفة من مغروفة حالي كتاكل سكسر ها ها ها. ودابا شغنقول لك شي نهار ويومين وهي مريضة. نهار اللي كنا دقت بطنا جوج دقايق جوج دقايق كانت برات. أفويا غتجيبها لي الهضرة والسادة دابا ساعة ما كان ولا عرفتي دقيقة أنا معاك غير نمشي عند الحاج يعطيني الأمانة نجيبها لك ديريكت والكاد بيد النعلة. على الله تصدق هاد العسل هادي. المهم هاك 100 درهم بالعرض بسم الله. صافي تعطلتش أنا كتسناك. ما تعطلتش يبقى أنا يتسنى يبقى كتسنى يبقى وتهلاي في الوالدة ها داربيني يعني. كيجي بحال الراحة اللي بغى يخدم راه المعمل اللي كيخدم يضاو واللي بغى الراحة يجي عند عبد المجيد يتكيف ويدوك. دابا جبت السبيسي ديالي مشى النشاط هبي لعني عبدني زينك تطيعني مجيد ديالي الظن ديالي يا مجيد يا الخوى ديالي. واعطيني في ساعة صعبي بعد مني ديما كتجيني خاطي بعد مني ديما خاطي ميخالي. نعرف الشيطان مجيد اخي نعرف الشيطان اش كتعمل لي انا شنو كنعمل لك انت انا العشير ديالي والصديق ديالي انا صديقي اش من صديقي يا صاحبي اش من صديقي فيك الديره فيك الديره. اصبحتي معايا صاحبي ضالي السبسي وكنتي بقيتي معايا نهار كامل كتداولي شجاله وداولي حياتي. شنين ضالك السبسي خبع ودنك شد ودنك عندي جوانا جوانا وسعدتي انا انا مهند اخي انا اخي انا كمي ما يعفو عليك ما يعفو عليك الخاو حنا صورو خابيك تجمعنا غير هاد مصيبه هي. وكيف جيتك بديك خانة اليوم؟ الله يا خي الله يا خي كنت عتقصد السيد على هاد المسجلة على هاد اللابادورة. اش هادي تعرف ابو كميكم هادي خالتي جاتاني في فرنسا. نوض نوض هاني يا خي ماجد نمشي بحالي. امشي يا راديك الدكة النهنايا واخا يا راديك الدكة يا رام يا خي الدكي ديالك حمرا سلاح حمرا ودي نوض تاكميتي تاكميتي مني يا صاحبي متقربش انت جهه ديالي عييت كنجري عليك ابني عليا الحيط
من عليا السور ما تعرفنيش يا اخي القرب شي عندي انا نبني السور على خاي زعما انا حسني مباركه ولا وملي قلتي ديك الهضره واشي فحالك ان هنايا نطيحوا ديك السور اشي اشي خاي ماجد اما خاي واخا نسقسيك واحد السؤال ساقسي مع راسك شنو السؤال هاد تسقسين اجي ما كتفكرش تكمل دينك زعما تجويش السخطه صاحبي انتينا السخط ديما كنقول لك تسخ تابعني بحياتي جويش ولا ما جويش شي كنحادي لك مشاعر ياك واش جويش اللي عملتي حاسب راسك مجوج مجوج ومفوج مفوج زعما في الغندوري ولا وحسدتيني حسدتك وعملت حالي والله يخليها سلعه والله يخليها سلعه منك ملي انتينا نهار وما طالونتينا في هاد البلاصه هاد الارض هادي كتدرع منك زعما فوق طهرك ولا انو تجمع راسك راه عيقتي لك جيران زعما ساكن معاهم في الدار ولا وانتينا بحال اللي جالس في الدار اخاي ماجد هاي دوره والسجاله والدكه باقي خصك عيك كانابيس والسلام ومن بعد شعندك اخي ماجد شعندك انتينا شعندك النساء الحومه طالعين هوادين بنادم مدرسه ماشيين ماجين وانتينا مفركح لي هنايا جالس لي هنايا تخيل المراه صاحبي كتبغي تفتح الطاقه يجي يدخل لهوات كيدخلوا عينك هما الوالا صاحبي ما فهمتي والو صاحبي ما فهمتي والو ديك البنات اللي ماشيين ماجين وديك النساء اللي طالعين هوادين السباد عبد المجيد ام الزين امشي يا صاحبي اش ماشي يمشيو عليك إلي يا انا اللي كنجي نتواضع معاك ونجي نجلس معاك هنايا اش عندك كتضحك اش عندك ودابا هذا وجه اللي يمشي ويجيو عليه النساء والبنات اش عندك الخوا ديالي غزال مع راسي مزيون عليك كيف ما كنت حسن منك واخا الا هادي حاله هادي اش من حال ندير راه ما بالرياقه انا مزيون عليك انا احسن منك انا مزيون عليك انا مزيون عليك نتينا باي عندك خويا غتزيني في نخرك نتينا عندك الغطسه تزين في السنطيحه ديالك بنت الفقارة السلام عليكم عليكم السلام وناد ايه يا خي جواد وفاين اخي بخير اخي ديالي كلشي بخير ندخل مع راسك والامور طيبه الحمد لله يا مهند اش الوقفه هذا ايوا وغوايب هذه يا مهند فين هاد الغيبه وغير مع الشبور والسلام اخي جواد اي والله يوم زين اخي مهند فاين خدام دابا وضروري يا صاحبي ضروري الخدمه هي الاولى والعمل عباده مزيان والله برافو ليك وياه واش غتعمل اخي جواد راه تبعنا الضو والماء والكرا وزيد عليها المراه وياه اخي مهند عندك الحق ونزيدك اخي جواد الوقت كوتيه وان لم تقطعه شرادك وياه اخي مهند معي شغلات ملي ما تيش وصلت 15 دراهم ماشي الوقت يشرب لك السلام ايوا غير خليها هيداك السلام احنا كنكافحوا معاهم الزمان كيجبد من جهه وحنا كنجبدوا من جهه ايوا هذه هي سنه الحياه وفين خدام دابا شكون سيدي قال لي انتينا شكون فماشي ما قلت لكش يا صاحبي كنلقطوا من هنا ومن هنا وكنسمصروا مع البياعه والشرايه وكنحمل ومهم النهار ديالي ما كينزلش الا 300 درهم والله القاسم برافو ليك اخ انا صاحبي شابرين فيا بيدهم وسنانهم في ديك المارشي ايه من قوه المعقول ديالي سبحان الله والله القاسم والكاذب يدي النهله ومزيان اخي الله يعاونك فكرتيني الله يفكرنا في الدين والشهاده واحد بيا في دبانه وخلط لك من المارشي هاد الصباح هذا المسكن بانا المسكن بانا اخي جاود هانا قيس ليا مع راسك قيس
أنا بسم الله أخي. بسم الله. السوبر ديماه دحناش دبانا. أنا أشوف لك دبانا اللي كتقول سوبر ديماه دبانا. وشوف أخي دوقلي. هذا السوبر ديماه دحناش دديتي. أش من أحناش أولا اللون كنصادو هنايا أولا. أودي هذيك الفاكهة مدخمة هذيك، فينك يا تشرينويا وفينك يا أناناس ويا النافوكا، هذاك السوبر ديماه دبانا. وحليلو. خسارة جايفة مهند أخي. جايفة؟ هادي جبتها عين قاعدة في الصندوق، أما هما كيكونوا مزابطين. لا رحم والدك مهند أخي، وهذا بانا مزيون. بالحق غالي شوية. شني أنا؟ كنعرف ديك بيعة وشرايا، عندي معاهم كاملين صحابي، كنجيبو رخيص يانا. ودابا شني كتقول لي أنا؟ لا. انا بغيت نقول لك غير الا بغيتي منه شي حاجه هو موجود، وما تخليش هاد الفرصه تفلت لك، تديها انت حسن ما يديها غيرك. وما كرهناش نديو منه شي حاجه، خاص على العمل. ايوا اش غنقول لك على حساب السوق، ولكن انا كنشبرو رخيص ثمن الجمله. واش ندير منه شي حاجه؟ بكل فرح. افويا جيبولي غدا يكون عندك غدا. كنلعبو هنايا ولا ما غادي نروح معاك والو يا نانا، غير كندي معاك غير الاجر اخي جواد، شتي التعاملات اللي بيناتنا. وصافي غدا جيب لي شي حاجه وانا معاك. واش غنقول لك اخي جواد، ودابا في مارشي هاد راجل كتهضر معاه العربون، هانت فينا كتصرف فهمتي، دابا اعطيني العربون باش ندوخو به ونجيب لك السخره ديالك. واش انا نعطيك فلوس دابا؟ راه احسن ما يبقى بنادم يفتح دقمو والله الا. وعرفتي شني كاين دابا؟ شني خاي جاود؟ غتجيب لي صندوق. صافي كون هاني. وجيب لي شي حاجه مزيانه واختار لي بيدك. كون هاني. خاصك تجيب لي قاعة الصندوق. لا اما كاينين شي قاعة خاي جاود، ما كاين غير الفوق وجا الصندوق. وقول لي بعدا شحال عامل الصندوق؟ ارخيص، انا نجيبو لك غير ب 300 درهم. زعما 30 فرنك الثمن مزيان ماشي غالي. ماشي غير مزيان الخاوة ديالي، راه جيران حنايا صاحبي، انا ما التعاملات كما قال بسم الله. اسمع اخي جواد، فلوسك في الامان، واذا بغيتي تجبر فلوسك تاعها نجيب لك السخرة الدنيا هانية نخلصهم من جيبي. حنا خوت صاحبي ولا؟ حشومة ما بينتناش شي حساب صاحبي، حق جيب لي شي حاجة مزيانة وصافي. ولعب الدراري هذا، واذا جبرتي بنانة وحدة مضروبة ولا ماشي طيبة كلشي ديالي. صافي الهضره تسالات ونبينا عليه السلام. ويا قيستي بيدك وشفتي شني كاين، دوقتي ولا؟ وياه. وكيف جاتك؟ مزيونه. ايوا حتى هاد اللعيبه اللي نعمل لك مزيونه. خاي جواب ودوز بخير الخوا ديالي، تهلا في راسك وغدا مانيانا ان شاء الله موعدنا غدا. خاي جواب ما خصكش الدلاح. الله يا مهند دلح يوم الربع. اي كنضحك معاك بالسلامة صاحبي، واش دلح عمرو كان في الربع؟ تهلا في والدها. فين الراي؟ صافي انا ماشي، استنى انا صافي. اش عندك يا صاحبي؟ تعزه
شكرا يا دراوة. لا لا شكرا اسمح لي. حمزة يا صديق ونجا خواشي بينا. فين الدراوة؟ شنو كتسنى مشارك؟ الله يا دراوة غير ديكتر شاكا من صحيحة صاحبي. انا خاوة 100 درهم صحيحة انا طيب يا صافي درهم مرة اخرى احتاجوكم يا سلام طلب قريبا نعرف وين ركينا الدراوة فوق ما بغي سينا احنا موجودين فوقاش ما احتاجنا احنا الدراوة انا موجودة عبد بني زينب شو هالي عبد بني شو على حالة شو على تبهديلة أمهند أجد يدي في يدك شنين دابا يا نحي الله بات لك تمارا دابا هاد الحيئة هذه كاملة ظهرت لك دهوز هاد يديها في يدك أجد تصل يدي منك شوفة أي دعوة لك من الله يا الحق كرم وني ما تعاوني قوس في ماشي اجي اجي اراعد مني انا عندي شغل عندي لقاء في اللغه العربيه موعد شغل شما شغل عند لالا تينا انا كيف جيتك امراتي طيور شيكا من بعد فحال دايما حماري شنين انا حماري حماري هو بابك حسداني مجنناني مسطياني منبراني حادياني وسابعاني شتيتينا اللي حاسب فراسك الحماق في الزيمبابوي احسن من وجهك دارتي نشوفك ديك الحرف اللي فيه افوانزا يقول عليك خنزة وانتينا تشوفك القردة تقول عليك ولدة وانتينا تشوفك الدبانة تقول لك يمانة وانتينا تشوفك العجلة تقول عليك رجلة دابا انتينا ملكة جمال ياك اتشوفك الغرمة تجيها الصدمة شتيتينا يشوفك بيبي يقول لك حبيبي اجي تشوفك معيزة تقول لك عزيزة وزهار عندي انا الناس تجوجت ودات العروس وندت العكروس العكروس جبرتي حتى في العيد انا شاف خايف ادير شي حانوت على الشارع هادي جات خاده الله يرزقها خير اش اجي جبر شي حانوت في الشارع السلام عليكم اهلا خايف ماجد تبارك الله عليكم ماجد كيف انتما أفين الحلاق الحومة؟ أتينا كاتشوفا أتينا سعد واحد بخير الحمد لله زيان أسي جوال بسينا كيف سينا مع هذيك الرياضيين وحنا بسينا خميس زيان 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 سي فاضل هذا بصحة هذا ماشي زيان مع راسك أقرعني ما هو وقت على هذيك شركة جيل تابع في كريسيانو ما كان يعوش في الشعر موت هاني يا خي ماجد قاشب مع راسك خليتي الشاب مدخم عبد المجيد فورما وزين وعامل لي ديك شلاغم بالطياره ماي جود اما سخوتي يا خاي ماجد التصويره واديتيها صاحبي اما التصويره ديالي يا عبد الواحد اما التصويره ديالو تينا عامل ديك شلاغم بالكوبتير ما التصويره صاحبي الا بغيتي تشوف فين هاد العائلات عندك هنا يا عماد فين هاد العائلات واثق من راسك يا خاي ماجد انا واثق من راسي يا خاي انا واثق من راسي عارف راسي شني كنسوى عارف راسي شني كنلبس هو عامل ديك الضفدع تما بديك كاميسيتا
يا هذا شنو عامل الحاولية الصين؟ مسخوط هاد ماجد هذا. أبا راك مضحك عبد الواحد وباقي لك الرسم بزاف ولا؟ أتحسن ولا؟ أه يسكسفو السي عبد الواحد والسلام. عطيني 4 درهم عاوتاني. حصل لك الشرف هاك نيدر، حصل لك الشرف ملي جا عندك الشاب عبد المجيد، العين مزيون، شعيور خفيف، شعيور مسرسف، كوب كاري، عندك فرعك. تسنى اخي ماجد، باقي اللي جا وداو جالس قدامك، باقي واحد خانا هو ماجد. اجا ماجد؟ عم اخاي. ما بالكش الا الشيور ديالك مهند؟ اقبلتي كان معايا. وكيفاش القضية ديالو دابا هاديك؟ علاش عندو؟ راه دخل عندي التليبوتي كيهضر. سمعتو كيهضر شي عسل مع عسل، قلتلو جيب لي العسل، عطيتو العربون كلا لي مخي، لحد الآن باقي ما شفنا لا عسل لا فلوس لا والو. عسل؟ واش من عسل عند بابا هذاك؟ وانا خي قالي كنبيعو شي في العسل. وانا ما كنعرفوش كيف باين العسل هذاك، وزيدون من أين جيب هذاك المسخوط هذاك؟ اش من عسل عندو الشريف هذاك؟ اش من عسل عندو؟ راه هذاك عندنا على طنجة كاملة. بقيتي لوينتينا هز الدح فيما كانت شي كارتيرا فيما كان شي باقان والشقيم ايوا صافي دور راسك مسخوط. هذاك راه كلاني يا صاحبي، هذاك كلاني في الشقوفة فيما كان شي باقان فيما كانت شي امايا فيما كان شي تاكسي هو كيهرف. هذاك راه مسخوط، هذاك راه على طنجة كاملة، هذاك فيما كانت شي كارتيرا مشات الصق الكرباطة بحال خيوط سبردينا هو ماشي بديك الشعر بحال مارادونا ما كيعياشي. ولا سمعتو كيهضر مع خانا في التليفون كيقولو 3 كيلو ما 3 كيلو. هذاك يا تاليك يا كنيتر. أيضا ما كاين لا عسل لا والو. والو. إذا تبانا والو. والو. لا بانا لا عسل لا كورنيتشو. إيه مولاي عبد السلام. أيه ألاوه أمهند نتخدم وطرن لا احترن لا احترن إلا وهك ما تخشي في وجهك الحلوف. هاي داك يا طيور ديالي، هاي داك فايشطني فايشطني مبرعاني. عاود كولها في هذاك الكمر سناني حتى نجي. واش لوط شلوط كرشي كتزيط. والطاجين طنجاوي شمالي. ايوا شحال نقول لك امراتي، الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. ايوا كل كل الله يعطيك الرهاجة. علاش الحق علاش؟ ايه باش نوري يمك تعاود ضربني بالبلوكي. انت ما فهمتي والو، هادوك بلوكي جد الحب. ما بغاش يتفهم لي هو نهار اللي جوجت بك انا فين كانوا عيني. دي عيني اللي سمعك كتهضر هيدا يقول غير ناسي مع جرم. وانا خطبتك غير ميساج نسيتي النهار الاولاني. بزاف عليك، ما نرضاش بك كنطوط وتينا بعدا كتعرف تكتب ميساج. والله العظيم اخاي 300 درهم جات هباء منثورا اخي، شي عرق عليا وشي يديا بارده اخاي. واللي كتبقى فيك هي الشمته اخاي جامد.
السلام عليكم. وعليكم السلام. سالي ساعة على واحد ولا؟ اجي نوبة ديالك خلص عليا. اي ما بحق الله ما نزق الوخ علاش انا فلتو شحالكم جاوبك لاباس اخويا داكشي مات هاد المهند هذا ما اخ زدحني انا 300 درهم وزدح سيده وفيناو كلامط مهند ايه صاحبي ما قلت لك شي دابا اللي كاين بيطروا واخا ما جارين حتى هنا جاري بحال بحال دابا هو اداها من عندي قال لي انا دابا 5000 ومن بعد نكمل له ودابا دابا انا شفته هو فيه التخروط فيه الكذاب ومشي ومشي دابا انت مخبى ماشي خساره فيك كنت نعطيها لك واعطيني دابا 50 درهم فهمتي نمشي نديها له ونجيبها له ملي 50 ملي 50 درهم يا عربون شحال تسمح لك بيطروا دابا دابا اعطيني 5000 العربون باقي الله يسامح شوف كرامتي والكاذب يدينا على ومشي عندك صاحبك جيبها وجيباني نشوفها وخلصك كاش بلا عرب بلا والو شكون صاحبي وهذا اللي تجي مع عنده البترول انا صاحبي انا مخوت عندي صحاب بزاف سعيت انت واحد منهم بحق اكثرهم عزة والكاذب يدينا على دابا هكاك حوطي تماني عندك في الحيوه فهمتي نمشي ونجي تري 5000 نمشي ونجي وصافي ما خصنيش ايه وعاد تفلت الوجيبه من يدك عاد تفلت الجدابه بالقيمون ديالها حنا جبناها لك قلنا انتينا صديقنا انتينا صاحبنا وعاد تخلي واحد ياخذ يديها ايوا انا كنقول لك الصراحه والكاذب يدينا اعلام يا مهند المهم مهند ها هي 5000 بحق الا ما جبتيها شي لا عزديتي النعله عزدي الطابخه صافي يا صاحبي حنا غنكذبوا عليك ولا الكارانتي انا كنقول لك الهضره لا ما بغيتيش هاك ديالك من دابا ماشي زعما شوف بحال وانا ما صغرتش ديك الطاوله شوفوا هذاك مشروطه هذا ما خيعز عليك هو بالدر حرام مقطر اخي اجي الدراري باقي لكم شي على الهضره شمن هضره شمن هضره والكذب يدي النعله قاده لا شي ورد ديالي شير هاشم ما سمحناهاش هاد الساعه 8 هادي يا صاحبي البارحه تعطلنا بقى يسمع على الهضره دابا السلام عليكم خاي ادم بخير اخاي مزيان بخير تبارك الله عليك الحمد لله بخير الحمد لله مزيان الحمد لله خاي وزيد اخاي موسى زيد ما تحشمش الدار الكبيره هذه زيد اخاي موسى زيد مرحبا بكم مرحبا بك اخي ديال مرحبا سي موسى الله يبارك فيك اخي انا شي كاس العصير شحال عندك صاحبي ما قلت لك شي وانا غير كاس ذاته يا ادم اخي
مريم؟ نعم. عاد القهوة؟ واخ. يا اخوتي شنو هو الهدف من الزيارة ديالكم؟ الهدف هو وحدك. كيفاش الهدف هو وحدك؟ شوف اخي ادم، انا ضيف الله وجيت قصد الدار الكبيرة وجيتك على سنة الله ورسوله. باقي ما فهمت حاجة. وجينا الخطوة نسيبي ادم. شني؟ قال لك جوي خطوة اخي ادم. سمعتهم تخوف حاجة من بيتينا؟ اوف. شنو واش كتهضروا بنتكم ولا كتفلوا؟ واش حنا عواو ولا اخي ادم؟ واش هادشي فيه الله؟ شنو هادشي اللي كتسمع موسى؟ ايوا اخي ادم سيدنا وعلى الحلال اخي. انا ما ناوي على الخير اخي ادم ونيتي صافية. الحمد لله انا ما عملت شي حاجه خارج الشرع، البنت عجبتني وتوكلت على الله. وهذا ما كان اخي ادم. والله ما عرفت شي ديك الراو. اما كاين والو اخي ادم، انت ما كتبغي تعقد الامور. اش عندك واش حماق ولا مضواق؟ بالك لك في الزواج قصصي الدار ديالنا ولا؟ شوف اخي ادم دابا انتينا كتعرفني وكنعرفوا بعضيتنا، انا واذا ما كنتش جبرت هاد السيد هذا معقول كاع ما نجي معاه لهنا. وهذا الشيء اللي كتقولوا لي نتوما ما بغاش يدخل لي العقل ديالي. واش السيد هذا قد الزواج هذا؟ على بسالة إذا ما كنت يقد بالزواج كاع ما نتقدم له. أنا ما فهمت والو أخ، واش كلشي عندكم ساهل؟ ما تما والو أخي آدم، ما تما والو. ما تما والو، وراه أنا ما كاين والو. وهي اللعيبة كاملة هنايا. واش أنا نعطي ختي في هاد السن هذا؟ الحماقية بالراحة. وبعد نخطبو دابا حتى تعوض الأمور ونشلطو المنظر. والمهم، عندي شي خدمة مرسمة، شي سكنة. خدام مع الهاشمون في ملبانة، وعرفتي في كاسكوم. فاين؟ مع الهاشمون في الدار. شحال كيخلصك هاد الهشمون؟ شي بركة. واخا شحال هاد شي بركة؟ 500 درهم وفي الشهر. 500 درهم؟ سير. زعما شي في بالك اخي تراو؟ واه تراو؟ واه تراو؟ واه تراو؟ فين موسى؟ وفين مشيت تاسع؟ درويش ما عنده فين يمشي. اجي خي موسى شنو ظهر لك اذا مشيت نخدم مريم؟ اوكي دار لي خصك سبيطار تينا. واقي انا كنهضر معاك وانت كتقول لي سبيطار، اش هاد الهضره هادي؟ ايوا نتينا كتقول لي نمشي نخطب. واش عندك ما عجبتك شي؟ واش هذيك قد الزواج ولا حتى نتينا معاها؟ اش عندي انا واش عندها هي؟ علاش ماشي بنادم؟ ادخل صاحبي قابل رايبي ودانون ديالك اولا شوف شنو ساهمي. تينا كتقللني غبرت عينك، حاقرني والله. ايه حشومه اخي تراو، الا كنتي بعدا ايوا تاق شويش اصاحبي. نخطب بعدا وفي نقطه بنقطه يعمر الواد. بلاش تخطب اصاحبي، مريبي ومي الفيل. لا لو في تركيا دقرت. ودابا تينا صاحبي هاد الساعه ماشي صريوات شي تاكيتا شي قميتا، ما تبقاش هي صح. نهار اللي عرفتك شنو هاد البلوزه وهاد التيكلا زعما توضى. هادو الحوايج ديال الخدمه لبسه بالعز، اما الصبط وتبردينا لبسو منتا والزواق كيتقادى. الله يا اخي هذه الحاله ديال العروس. اسمح لي اخي الزواج ما عندوش لباس ولا ستيل محدد، بصعيد تيما يكون مقدد. وجرب حظك اخي الله يعاونك. دابا عاد قلتي الهضره في موضعها. بدا عطاوها لك هاوجي. اذا كانت مكتبه ما عندوش كي يزول علي. ما بانش لك غير هادي، قول لي الله يرحم بابك شنو يعجبك فيه. شغلك ديها في راسك، هذيك انا عجبتني. وبعدا نشوف شي وحده ثانيه في المستوى ديالك خدامه في مربانه ولا شي حاجه. لا ويلا مريم ولا نيت. سنة الدرجه انا كتبان لي ما تستحقش هادشي كامل، كاين ما احسن من ناصح. لا هذيك وزيدون قلبي صغير وحده، بالخصوص القلب ديالي صغير ومقولب على وحده. انا قلبي كيهوس. وانت مسخوط. وحده قبل ما تزر فيها تصاحب معاها صاحبي عاد ولا كاين شي زواج. وانا ما نبغيش نسمع شي واحد مصاحب مع اختي. ونسينا ما عندكش اختك. غتكون عندي بنتي. اش بنت مريم؟ يا ما حاسين الصدف. وقع مره. فاين ادم اخي؟ فاين ادم؟ اجي نشوفو ديك امبي 3 واش؟ صافي صاحبي. يا خي ادم تعيط لمن عتعيط لمن؟ انا هايت نديك صاحبك اصاحبي اللي بقى وعندو ام بي 3 واش غادي البوليس يعني؟ لا والله العظيم صاحبي ام بي 3 صافي. الو جواب دخل. لا لا هو ما اسمه جواب. لا لا رجع اسمه جواب. اسمعني نمشي عند فاضل دابا دغيا ويجي عندي نموطع في اتفقنا عليه. 5000 صافي
معايا الهمزة صاحبي مهند صاحبي الله العظيم هو معايا يلا تعال انا تبعك يلا شوف انزي وضح ما تجيش سي بعد الضحى متينا لا قفازه كامله لا ما فهمتنيش يا اخي جواد دابا داك العسير الله العظيم والكاتب يدينا علينا كنت غادي نجي بالك فهمتي دابا واحد دابا الحاج كان يجي بها في الطريق كان يجي بها من عند ديك السيد من عند الحاج من عندي ما دابا في الطريق كان متجدر ميا في الطريق وما خلاوهش يجوز مره حتى تدبر بيهم واحد القريه عند الحسن ما هذيك الحسن حلوه وما كيحلقوا له الحلاوه انت ما تعرف العسل انا قلت لي بان ها اللي قلت له العسل انا قلت لي بان ها اللي قلت له العسل قسما بالله هو الكاذب يدي النعله الدراري اللي قلنا الله اللي سجلنا صافي يا خوسي صافي يا صافي
هي قالنا مول الدار غنخرجوا غنمشيو نخرجوا حنايا زعما تدخل الحمام فخرجوا ولا وصافي بركه من بكي صافي بركه عليا نهضر اخويا انتينا كتعرف عاد الحراره خذلتيني بالشفاوي ما كتعرفش شنو تتحرك تصرف والو الو ايما نزار ايما اردت اش بكايا والله لا خرجت له من هنايا ابوك البيت ابوك البيت معاهم هنايا ما كاين والو ابركه ما تحلم بركه ما يجيبوني ماك مخزن يسيبونا حوايجنا مزنقه ديك الساعه نزل وريهم الحلفات ديالك عباد لسيادك ايمي شنو نعمل فيك ايما وحنا قاعدين عنده كنخلصوا الفلوس زعما كنعطي واحد الجبانه ولا زعما هنا نجي نخرج والله لا خرج له ما عندي ماك شي وراه كتبتو بلي حنايا ساكنين في هاد الدار عندك شي ريسيبوس خلاص ها الرسيبو الرسيبو يعني دابا خصنا نخرجو فحالنا ايوا نخرجو فحالنا نخرجو عندك ما حسن عندي ما باش تكري ولا فيك عبلا بلا ايوا شنو يوقع في كون الله هذوك الكرا اللي كنا كنخلصو هنايا نمشيو نخلصو في شي دار اخرى وزايدة زايدة هاد الدار هادي ما بقاتش كتنغمي سكيتوا ايوا عندي على كتافك وجيب المصروف وخلص الكرا ولا اذا بغيت تشري الدار كاع فين مشيتي تماك عري على كتافك نمشي نخدم نمشي شعندك وش عاد دوخني ديك جوج دراهم اللي كتشبع في الشهر ولا والعالم كامل عارف طولي مخدم على الراجل ديالها عم يسيري السفلة كنت خدامة كنت ودابا دابا شني رجع سي بيطارية ولا كوكي حطو بيا من ماكينة لماكينة عرق دا اسرجي ابلانشا واحد وقف من عينو ليا تزرعو ليا شنو هادشي اللي كنسمع؟ سمعني يا مهند. اه
طلقني، باغا نطلق بزاف عليا. مستقبل ولادنا انا معاك، ولكن لا كنت عارف قبل الحاله المطوطحين ديالك وهذه التبهدله اللي انتينا فيها، غير اسمح لي يا انا يا هذا الطريق اللي ماشيين فيها انتينا. أكون هاني يا صاحبي، شعامتك غدا إن شاء الله تكون معاك مكان في حكومة هضرة الرجال. بالحق شي حاجة مزيانة. السب دير دي ماهد لابوكا، الله تقاسم والآدب يدي النعلة.